الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاهل الملائكة رسلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاهل الملائكة رسلا أولي أجنحة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كعادة مؤسستنا المقريزي كل سنة، ينطلق اليوم الأسبوع الثقافي الثالث تحت شعار العلوم، الآداب، الفنون، الرياضة، لبناء النشأ، لبناء أمل المستقبل. في إطار تقليد سنوي متجدد، تعلن مجموعة المقريزي الانطلاق الرسمية للأسبوع الثقافي الثالث تحت شعار العلوم، الآداب، الفنون والرياضة، بناء للنشأ وبناء لأمل المستقبل. يعتبر هذا الأسبوع فرصة فريدة لفتح أبواب الثقافة والإبداع أمام محبي التفكير النقدي والنشاطات الفكرية. تأتي هذه المبادرة بمشاركة جميع فئات المؤسسة، حيث يقدم تلاميذ وأساتذة مجموعة المقريزي مجموعة متنوعة من اللوحات في فن الخطابة. يعكس هذا العرض الفني تطور المهارات اللغوية والإبداعية للطلاب والمعلمين على حد سواء، ويعكس رؤية المدرسة في تعزيز قدرات الطلاب وتحفيزهم على التفكير النقدي والابتكار. تشكل فعاليات الأسبوع الثقافي فرصة لتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز التواصل الثقافي بين أفراد المجتمع، مما يسهم في بناء جيل متعلم ومتفتح على ثقافات العالم ومتمسك بقيم التراث والإبداع. بالتالي تبرز مجموعة المقريزي من جديد كرائدة في تعزيز الثقافة والتربية في المنطقة، مما يعزز دورها الريادي في بناء مجتمع متنوع ومتطور. شرفتمونا في بيتنا الثاني الذي تترعرع فيه أفكارنا. أسبوع وسطر جهده وفنه وإبداعه في إخراج فقراته لكي نستفيد منها ونسعد. فشكراً لأجدنا وشكراً لأجدنا الأيدي. عملكم جميل وإبداعكم أجمل، وسلاماً يفوح حباً وعطراً لكل الحضور. للسرد الصلاح عدة مثال تصب في النهاية بمعنى قريب من معنى اللغوي، وهذه المفاهيم آداة
فنية أدبية يستخدمها الكاتب بهدف الوصول لغاية القصة أو الرواية أو الأحداث. فقية لأهمية حماية الطفل من أي شيء يجعل حياته عرضة لخطر، فلهذا منعت الاستغلال لأطفال أو تهديدهم أو تعريضهم للعقاب أو تعنيفهم أو حتى إهمالهم وإهمال تعليمهم وإساءة رعايتهم. Et nous espérons que cette présentation, que vous serez impressionnés par les réalisations de nos camarades de classe et que cette expérience suscitera en vous la même admiration et l'inspiration qu'elle a suscité en nous. Quelques captivantes, nos jeunes acteurs donneront vie à ces arts. Préparez-vous alors à être transportés dans un univers où l'art, la poésie et la sagesse se rejoignent. Alain, tu montres beaucoup d'empathie vers Isra. C'est admirable. Merci madame, mais j'essaie juste d'être une bonne amie. Tu fais plus que ça, Alain. Tu montres à Isra que... Hé hey, toi, tu es en train d'écrire quoi au tableau? Rien, ce n'est pas ton affaire. Hé hey, Lougé, regarde juste comme elle est habillée. On dirait une vieille femme. Voilà ton gâteau, régale-toi. Merci maman. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de pétrir du pain. Viens à côté de moi, je vais t'apprendre comment faire. D'accord, maman, mais cela demande beaucoup de temps. Je vais aller jouer, moi. Mais ma fille, il faut être patient. Dans la vie, la patience est une vertu très importante. Regarde, je vais t'apprendre comment faire. Create a virtue in the fabric of time, bending hearts together and written in rhythm and rhyme. Here it is hand, a beacon of light, in the dark days shining bright. It honors the world of each soul we meet, a cornerstone of harmony sweet and complete. Solidarity umbrellas in united fold, together we stand in the story untold. In time of struggle we lend our hand, for in united strength we firmly stand. Let us cherish this virtue divine in every action, in every line. For in charity, respect, and solidarity, is blend. We find the essence of humanity without end. This is the intitulé au tribunal de l'humanité, une pièce de théâtre qui met en lumière le conflit entre les valeurs humaines et les défauts humains. Vous êtes invités à réfléchir sur les forces qui guident nos actions et sur la façon dont nous pouvons cultiver un monde basé sur les valeurs fondamentales. في خضم هذا الحفل الثقافي الرائع قدم طلاب وطالبات مجموعة المقريزي أعمالا فنية متميزة، حيث قدموا عرضا لفيلم وثائقي توعوي تم إخراجه بأنفسهم يتناول موضوع ترشيد استهلاك المياه، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها بلادنا بسبب ندرة المياه. وقد تم عرض الفيلم أمام أولياء أمور الطلاب الذين لاقى العرض استحسانهم وإعجابهم نظرا للمستوى المتقدم الذي بلغه أبناؤهم. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم محاضرة توعوية حول أهمية الماء، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الماء كمورد طبيعي لا غنى عنه وضرورة الحفاظ عليه واستخدامه بشكل مستدام ومسؤول. هذه المبادرة الثقافية والتوعوية تعكس التزام مجموعة المقريزي بترسيخ القيم البيئية والاجتماعية في نفوس الشباب وتعزيز دورها الفاعل في بناء مجتمع واع ومستدام. La sensibilisation à l'eau est superflue. Les gestes individuels ne peuvent rien changer à cette problématique que nous appelons aujourd'hui la pénurie en eau. Toute cette importance est sans résultat. Tu te trompes complètement, Souleymane. Chaque goutte d'eau économisée, chaque habitude éco-responsable adoptée permet et contribue à préserver cette ressource vitale. En plus, l'eau est un bien commun. Plusieurs en ont besoin, mais pas tout le monde en trouve. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'agir ensemble et de sensibiliser à nous. Et pour vous montrer
à toi et à notre très cher public la gravité de cette situation, étudiant ensemble le stress hydrique au Maroc. في ختام يوم ثقافي مليء بالإلهام والتعبير الفني، تم عرض لوحات ثقافية تعبر بشكل مؤثر عن كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدمت هذه الأعمال الفنية رسائل مؤثرة تدعو إلى التسامح والتفاهم وتبرز أهمية تضافر الجهود لدمج هذه الشريحة المهمة في المجتمع بشكل فعال وإيجابي. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض لوحات فنية تجسد أداء فرق الكورال التابعة لمؤسسة المقريزي، حيث تعلقت هذه الفرق بأداء مميز وتنوع الأغاني المقدمة، مما أضفى على الحدث أجواء موسيقية ممتعة وملهمة. بهذا الشكل يختتم اليوم الثقافي الثاني لمجموعة المقريزي بنجاح باهر، حيث تمكنت المجموعة من تقديم مزيج متنوع وشامل من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس رؤيتها الشاملة في تعزيز الثقافة والتنمية الشخصية والاجتماعية لأفراد المجتمع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس، أكثر من مجرد خبر.